كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما يتفكر في الكون، فكان يذهب إلى غار حراء وكان يأخذ معه طعامه وشرابه. وفي يوم من أيام شهر رمضان نزل الله عليه سيدنا جبريل فقال له اقرأ، وكان الرسول لا يعرف القراءة والكتابة. سؤال الحلقة، كم كان عمر الرسول عندما نزل عليه الوحي؟